محمد، رأيك في الجزئية دي؟ وهل مثلا عمرو سلية النهارده بياخد حقه بالقانون؟ هل البعض يقول، في بعض بيخلص يقول لك خلاص ثم ده موقف وانتهى، لكن عمرو كان مصمم على اخذ حقه بالقانون. ودي هل بتشوف دي هتبقى خلاص موجودة، ان اي حد بالنسبة للاعبين او اللي بيعمل في العمل العام مجرد ان بعض مثلا على صفحته يبتدوا والله يا ينتقدوا كابتن، او انا يشتموا يعني يمكن انا بيحصل باصص كده؟ الموضوع من شكل مختلف شويه. انا شايف ان احنا عندنا مشكلتين اساسيتين هم اللي ورا الموضوع ده. اول حاجه ان احنا دلوقتي في الوقت الحالي ده ما فيش حاجه اسمها ثقافه الاختلاف، ما عندناش خالص ثقافه هاي الاختلاف دلوقتي. انا النهارده ممكن اكون شايف حاجه كابتن فاروق مش شايفها، او مختلف معاه في الراي، او هو متفق معايا في الراي، لازم ابتدي اختاله، لازم ابتدي هو غلط. ما عنديش ان انا ممكن، على فكره انا ممكن يبقى عندي راي وانت عندك راي ونخلص نقاشنا ومحدش يقتنع براي التاني، صحيح. بس في اطار من الحب وفي اطار من الاحترام واطار ان احنا عارفين ان ده مجرد راي، مجرد ملوش اي علاقه بقصه ان انا مثلا بكرهك او بحبك او كده. لا عادي، انا رايي شايف ان الموضوع ده يمشي في الشكل الفلاني والموضوع ده يمشي في الشكل الفلاني. لا، احنا عندنا قصه ال يعني قصه ان احنا نختلف دي ما بقتش موجوده خالص، ودي اساس المشكله. يعني احنا دلوقتي ما فيش حد بيتقبل ان اللي قدامه مختلف معاه، مع ان احنا زي ما بيقولوا صوابعنا زي بعض، ما فيش حد يعني ما حدش صحيح. هيتفق على حاجه. في مننا اللي بيحب حاجات، في مننا ما بيحبش حاجات ديت، في مننا الاهلاوي، في مننا زملكاوي، في مننا اللي بياكل اكل معين، في مننا اللي بياكلش اكل معين. لا، هو انا بالنسبه لي بدل شايف اللي قدامي ده مش متوافق معايا 100%، اذا هو غلطان. ده يعني دي اول جزئيه. تاني جزئيه بقى، انا شايف ان الموضوع مش تنمر ومش تحرش، هو الموضوع كله تعصب. ده لو جيت شفت، لو يعني جيت ده شفت، لعيب اهلي الله اهلي، ينور ده عليك، لعيب الله ينور زمالك، عليك. انا فبالنور متاكد، انا الاخر. متاكد بيني و... انا متاكد زي ما انا بكلم كابتن فاروق كده، وزي ما انا قاعد مع يحيى، انا متاكد ان اللي عمل كده مع عمرو سوليه زملكاوي، ومتاكد اللي عمل كده مع شيكابالا اهلاوي. للاسف يعني الموضوع، يعني هيقول لك لا اصل يعني مثلا ايه، انت عارف كده، كده انت انت هتتهاجم لعيب من اهلاوي. الاثنين دلوقتي. لا لا لا، انا على فكره انا بكلمك والله يعني تمام، هذه الحقيقة فعلا. بقناعه انا مقتنع بيها زي ما انا بكلمك كده يا كابتن فاروق. انت النهارده راجل لعيب في الاهلي، وراجل لعيب مهم جدا في الاهلي، وراجل عشت فترات طويله جدا في النادي الاهلي. انا متاكد ان لو كان في حد بينتقدك انتقاد قوي جدا هيبقوا زملكاوي. يعني انا لا متاكد والله ان كده. الاهلاويه لا، اكتر. الاهلاويه عارف ليه؟ هقول لك ليه. ما انا اقول لك، عشان احنا بنكون حاديين وبنحاول نوصل المعلومه سواء للاهلي او للزمالك لا لا بشكل لا، ما بتكلمش في منظور الاعلام، لا فني. ما بتكلمش في الاعلام، انت انا بتكلم بتتكلم في على ايام مسيرتك. كنت لعبه. لا، انا بتكلم في في مسيرتي. مسيرتك، اوكي انت تمام. في لا ما بتكلمش في الاعلام. الاعلام دي قصه ثانيه دلوقتي. الاعلام انت دلوقتي بتتناول، انت راجل محايد دلوقتي، انت تمام. راجل المفروض ما انت ولا مع الاهلي ولا مع الزمالك، انت راجل صح. محايد. انا بتكلم انت في مسيرتك ما كنت محسوب على الاهلي، تمام؟ هتلاقي اغلبيه الانتقادات اللي بتجي لك من الزملكاويه، اكيد. مع ان انت النهارده فكره الانتقاد، انت مش فوق الانتقاد، كلنا مع ممكن ان يا ننتقد. محمد شوف، واحد زي كابتن حسن شحاته كان جمهور الاهلي بيحبه، واحد زي كابتن حازم امام جمهور الاهلي بيحبه، على الجانب الاخر كابتن خطيب كان جمهور الزمالك. يعني الامور انت هتلاقي ثقافه دلوقتي يا كابتن يقول لك ايه؟ يقول لك انت ما ينفعش مثلا تنتقد مثلا حد في الاهلي عمل غلطه او في الزمالك عمل غلطه، فما ينفعش يجي يقول لك ايه؟ ما ينفعش تنتقد اللعيب بتاعنا، ده لعيبك، ما ينفعش تنتقده. لما تنتقده انت كده ايه، بتوري الغسيل الوحش للجمهور التاني والكلام اللي بيتقال العيوب ده. فانت بتاعته. ممكن تبقى عارف ان انت عندك مشكله كبيره في النادي بتاعك، او عارف ان وتسكت. عندك لعيب مشكله، والناس مش فتسكت، عايزاك عشان تتكلم. بس النادي التاني او المشجع النادي التاني مش هيسكت. مش هيسكت، صحيح. نفس الكلام. فانا بقول لك ان الموضوع، يعني انا بقول لك ان اساس الموضوع في ناس قاصده تضايق عمرو سليه، وفي ناس قاصده تضايق شيكابالا. القصه بقى مش قصه بنت وتحرش. طبعا اكيد في ناس برضو واصله لمرحله المرض، واكيد في ناس عندها قصه التنمر وعندها قصه تحرش. اكيد انت في مجتمع، في كل حاجه، فاكيد هيبقى في ناس شاذه زي ما بيقولوا، ده امر طبيعي. بس انا بقول لك ان الاساس، لا، ان الاساسي انا دماغي ان انا داخل اضايقك. انت عامل السعوديه نشر صوره لعيب الاهلي ليه مبسوط؟ لا، فده يودينا النقطه لحته تانية خالص. يا جماعه الموضوع ابسط من كده، دي كوره. عمرو السوليه وشيكابالا هتلاقيهم بره اساسا الملعب بره صحاب. صحاب بالظبط. لا، ومش صحاب بس، صحاب وبيخرجوا مع بعض وبيسهروا مع بعض وبيسافروا مع بعض والاسر مع بعض. واسرهم مع بعض وساكنين جنب بعض. الموضوع صح. يعني معدي والدليل، المراحل دي. كلام محمد كمان النهارده كان في برضه صوره تقريبا او حاجه لحسام عاشور مع اولاده او حاجه زي كده، برضه لانه قفل الكومنتات بتاعت الصوره، تعليقات الصوره. كان هنشوف حاجات. بس فطبعا هتلاقي ليه عاشور بقى؟ ده، هتلاقي عاشور عشان ده عاشور مختلف، اهلي هتلاقي عاشور الاهلي ده، هتلاقي زملكاوي برضه بيعملوا معاه بتوع كده، الهلاويه بقى وده اللي هو الاهلاويه كمان. الاهلاويه الاهلاويه بقى برضه كمان متضايقين منه في موقف، جاي كله على بعض. فعايزين يضايقوه. انا برضه خلي بالك، انا برضه انا مش من ضمن الناس اللي هو يقول لك ايه، امنع، ما حدش ينتقد. لا، انتقد واتكلم، انتقد مش براحتك في عاجبني الصوره، العقل الصوره دي وفي وحشه، بس ما تخشش تقول حاجه تسيء.